بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة الأشغال اليدوية والديكور. وفي فيديو اليوم إن شاء الله سوف نرى كيف سنصنع سوارا من النحاس على الطريقة التقليدية، يعني أن حتى النقش سيكون نقش بربري أو شلحاوي كما نسميه بالدارجة. وهنا النقش أنا سأعد نقشا بسيطا، والآن سأترككم مع مراحل إعداد هذا السوار. أرجو أن يكون هذا الفيديو مفيدا للجميع وفرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله.